music. ازيكم؟ النهاردة هعمل لكم أكلة سهلة ولذيذة وكلها مشويات مع مونابيتي. السلام عليكم. ازيكم؟ النهاردة هعمل لكم حلقة فيها حاجات لذيذة جدا كلها مشويات. هنعمل كفتة وهنعمل جمبري مشوي وهنعمل شيش طاووق ولحمة، وعشان الناس اللي هم نباتيين او ما بياكلوش لحمة هنعمل لهم خضار برضو مشوي. دلوقتي هبتدي اوريكم ازاي تعملوا الكفتة. المكونات بتاعتها: كيلو كفتة، مش عايزين نجيب اللي هي لحمة حمراء تماما، يبقى فيها دهون شوية، معلقة فلفل ومعلقة ملح ومعلقة بهارات وبصلة مفرومة ومعلقتين بقدونس. دلوقتي هنحط كل المكونات دي فوق بعضها عشان بعد كده هنحطها لمدة ساعة في التلاجة، لان لازم الكفتة تمسك نفسها شوية قبل ما نبتدي نشويها عشان ما تتفرفتش مننا. السياخ الاول انا حطيتها لمدة ربع ساعة في مية. ليه؟ عشان ما تتحرقش على الفحم على طول. رامز يا خير، ازيك؟ انت كنت شهقة يا رامز. بتعملي ايه؟ بعمل الكفتة. روح البس الجوانتي الاول. انا عندي مشكلة في صباعي الكبير يعني. وهي دي جزيرة اللي ماشي. اللي زعل بقى بقى انا اولها. هنروح نحط تقريبا حوالي 30 دقيقة عشان يمسك نفسه، يكون قدد او مدد اسمه ايه؟ يعني يمسك نفسه خلاص. نفسه او هنيجي تاني. بالظبط كده. السلام عليكم. مع السلامة. دلوقتي هوريكم ازاي تعملوا لحمة مشوية. المكونات بتاعتها: لحمة تيبون كيلو، بصلاية مفرومة بس دي هناخد المية بتاعتها بس، وثلاث طماطميات مفرومين برضو هناخد ميتهم بس، ملح وفلفل، نص ليمونة معصورة بالظبط. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't. بعدين هقلب بقى. نادين. هاي منى. هاي. سلام. يلا نعمل دلوقتي لحمه. تعملي اللحمه؟ بتعملي ايه؟ بعمل اللحمه. بصي، حطيت عليها البصل والطماطم وملح وفلفل وحبه ليمون. تطبخي لجوزك؟ ميدو. بطبخ له. ميدو ده جوزها؟ تطبخي له؟ بطبخ له كتير. تتفرج على مونابيتي بتعلم اي حاجه؟ ده طبعا بتعلم كتير. تعملوا ايه يا جماعه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ احنا عايزين نعرف بتعملوا ايه. على فكره انت بتتدخل. لا احلى اكل في العالم مونابيتي. واشيك بنت في العالم. دلوقتي هوريكم ازاي تعملوا جمبري مشوي. هنجيب جمبري اللي هو كبير بقشره، وهنجيب ليمون اللي هو الكبير المستورد ده اسمه ليمون اضاليا، زيت زيتون، ملح وفلفل، عصير ليمون حوالي 4 معالق كبار، كرفس متقطع، معلقه ثوم مفروم. هتلاقوا زي خط كده، ده اسمه ده زي الظهر بتاعه، ده لازم يتشال. اهلا اهلا باعز الحبايب. باشا على مين؟ على مين؟ ازيك؟ كنت بعلمهم حاجه مهمه قوي دلوقتي، تيجي انت تجربها؟ قوي. بس تلبس جوانتي الاول. قوي. امسك السكينه. اوكي. افتح ظهرها بالطول كده، بالطول ظهرها. ايوه اللغوصه بقى. انت عارف ان انا استغربت قوي ان انت متجوز وعندك 3 ولاد؟ انا متجوز من 6 سنين. اوكي. وعندي عليا وسلمى توينز. 4 سنين هم دول، 4، وعلي عنده 2. دلوقتي هوريكم ازاي تعملوا خلطه الشيش طاووق. كيلو شيش طاووق و4 زبادي صغيرين، 4 علب صغيرين، معلقه مستردة كبيره، ومعلقه ثوم مفروم وزعتر حوالي 3 معالق، معلقه سكر بني صغيره، ملح وفلفل وبابريكا معلقه كبيره برضو. هنقطعه ل3 حتت عشان تبقى صغيره ونعرف نحطها في السيخ. اهلا 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 وسهلا. سلام عليكي. طبعا بلاش. بعدين انت قبل ما تيجي على طول كنت بقول له الناس اللي واقفه ورا كلها هيبقى، بصي اهي الفاشن ديزاينر بتاعتنا هتموت.
والله خليكي زي ما انتي. تعملي ايه بقى منى؟ مش هقول لك. قولي احكي لي. نزل رجلك الاول. احكي لي بس يا منى بتعملي ايه بس؟ عايزين نوري الناس بس بتعملي ايه؟ بقطع شيش طاووق. الله تحفه. ده ايه ده؟ براون شوجر. يا ولدي انت اسمه سكر بني. ماشي انا اسف انا اسف. ده بقى بنحطه عشان ليه؟ عشان يحمره من الشيش طاووق من بره كده يبقى لونه بني حلو كده. انا عايز اكل يا منى، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انت بتتكلمي معاه غلط خالص في حاجه غلط. ده ايه ده بقى؟ ده اكيد مش بني. امال ايه؟ بابريكا. اوكي. فلفل احمر. فلفل اسمه فلفل احمر مش بابريكا. ده رامز تعالى يا رامز جنبنا، تعالى يا رامز جنبنا، تعالى يا رامز. انت الوحيد اللي ممكن اعمل في وشك كده عادي. اه والله حط ما بين الفراخ والفراخ حاجه ملونه. مش قالت لك ملونه؟ ها حصه رسم. عايز ايه؟ نفسك في ايه؟ حط اخضر. اخضر ماشي. انتوا جايبين البصل ليه؟ عشان ما هي منى عايز تعمل فنانه. حط بصل. والنبي ايه ده نادين؟ ايه السخافه دي نادين؟ وحشينا. دلوقتي هوريكم ازاي تعملوا الخضار المشوي. ده ممكن ينفع للناس النباتيين او كمان ينفع صيامي. كوسه وهنقطعها تبقى شرايح رفيعه، وبتنجان، وفي جبنه حلوم، وملح وفلفل وزعتر، وممكن مشروم، ومعاهم زيت زيتون. بالظبط. احنا كده خلاص تبلنا الخضار. انا هساعدك. او ممكن بقى تساعديني تحطي زيت على الجبنه الحلوم. قولي لي بقى ايه علاقه الشعر بالطبيخ؟ الاكل حلو قوي فلازم تكتبي فيه شعر. حلو حلو. ممكن نتكلم على غذاء البطن وغذاء الروح وعلاقتهم ببعض. ايوه دي مش بتاعتي. حلو 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 حلو. بس ان انا بعمل كيمياء. بس شكلها حلو. اي خدمه دي بقى التاتش بتاعي. أيوة. ممكن تنجزوا شويه بس عشان خلصنا خلصنا. صح خلص. احنا جعانين بقى. خلصنا. تعالى مبروك يا صبح. طب ممكن الكفته من جوه؟ لا 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 it doesn't matter لا 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 oh well لا 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 we're going at it tonight الو الو انت فين يا شهانة؟ انا في منى للاسف بس لازم اجي في الشغل فمعرفتش اجي النهارده. وحشتينا والله يا شهانة. والله وانتوا اكتر كنتي موجوده معاكم بس كنت لازم اجي في الشغل. انت بتصوري هناك بقى ولا بتعملي ايه؟ كان لازم عشان في معرض هنا كل سنه فكنت لازم اجي احضره في عيد الشغل. اهلا. يا نهار ابيض يا نهار. انا عيطت انا عيطت. انت عمري ما قلتي ما حدش قال لي كريم بالطريقه دي. جهانة هلال برنامج على فين؟ باي باي. باي. لا نفسي مش هلال. اه باي. But watch how good I'll fake it. It's alright, alright. Tonight, tonight. You got me singing like, oh, come on, oh. It doesn't matter. Everybody now. Monappetit. Monappetit. I'm gonna get it down.